مكالمة مهمة من المستشار محمد عثمان. النهاردة الحقيقة الأستاذ خالد مرتجي، احنا شفنا بوست ليه كان موجود على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا، اتكلم فيه ان هو قدم بلاغات في عدد كبير من المسيئين في حقه. سيادة المستشار، ازي حضرتك يا فندم؟ وتحياتي للأستاذ جمال والأستاذ عبد الحكيم. أهلا بيك يا محمد بيه. بالخير على حضرتك ومشاهدينك الكرام والصحفيين المحترمين. ربنا يخليك يا أستاذ عبد الحكيم أبو عالم، خالص تحياتي لحضرتك. ربنا يكرمك يا محمد بيه. سيادة المستشار، النهارده يعني شفنا بوست للمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، وكان بيتكلم عن إن هو قدم بلاغات في بعض المتجاوزين في حقه عن طريق حضرتك. بالفعل يا كابتن اسلام، احنا تقدمنا النهارده بالعديد من البلاغات، تقريبا حوالي 7 بلاغات لعده جهات بمناسبه قيام بعض الاكونتات المدفوعه او الميليشيات الالكترونيه المأجوره بشن حمله مكذوبه ضد المهندس خالد مرتجي. نعم. هذه الميليشيات الالكترونيه تم ضبط احدهم، بيتم التحقيق معاه. احنا طبعا نعلم جيدا من يقف وراء هذه الاعمال القذره للاسف التي ابتلي بها الوسط الرياضي منذ فتره ليست بالقليله، وان شاء الله هنصل لمرتكب هذه الجرائم لينالوا جزاءهم بالقانون ويتحبسوا زي ما غيرهم اتحبس ان شاء الله. سيادة المستشار، يعني كيف تأكدتم من هذا الأمر؟ بمعنى يعني أنا مثلا لو طلع لي، أنا بسأل بقى حضرتك، دي حاجة قانونية يعني عشان لو حصلت لي أعملها، كيف نتأكد من هذا الأمر؟ كيف نتأكد أن هذا الأكاونت مدفوع الأجر؟ شوف، بعض الأكاونتات منشأة حديثا مرتبطة بذات الأشخاص. أوكي. وبعضها يتم تشهير ذات التويتات المكذوبة أو المزورة. نعم. يعني أي حد قريب من هذا الوسط يقدر يتبين أن هذه المسألة هي مدفوعة مأجورة، الهدف واحد، المصدر واحد. وفي حاجة يا كابتن إسلام، اتفضل يا فندم، ما بصمة الجريمة أو الأسلوب الإجرامي. نعم. هذا الأسلوب الإجرامي معلوم بيتحلى به أو بيتصف به أو بيشتهر به أحد الأشخاص في هذا الوسط. وإن شاء الله هنوصل ليس لمرتكب هذه الواقعة، لأن معظمهم شباب أو مبرر بهم، لكن من يقف وراء هؤلاء ويمولهم؟ وإحنا عندنا الأدلة على ده وقدمناها لجهات التحقيق، فخلينا ننتظر ما تسبر عنه التحقيقات في هذا الأمر. لا، وحضرتك في الحاجات دي كمان يعني عارف كل حاجة وعارف الدنيا بتمشي ازاي، وبالتالي ما بتقدمش بلاغ الا لما يكون عندك او تحت ايدك ما يدل على ان هذا الامر يعني او تمت الاساءة بالفعل من اطراف معينة للاستاذ خالد مرتجي. بالضبط بالضبط، واحنا تقدمنا بكل هذه المعلومات اللي تحت ايدينا، وبعضها مقاطع فيديو لبعض الاشخاص بيحضروا اجتماعات مع احد المسؤولين، مش هافصح عن ده حاليا، خلينا نخلي التحقيقات تاخد مسارها. وان شاء الله المهندس خالد مرتجي وكل من تمت الاساءه ليه ان شاء الله ياخد حقه بالقانون. طيب اخيرا سياده المستشار، فيما يخص كل الامور الخاصه او القانونيه الخاصه بكهرباء بالنادي الاهلي، هل في جديد في هذه الامور؟ لا، في هذه الامور احنا بنتبع القانون وبنتخذ الاجراءات التي يكفلها لنا القانون، والامور مستقره وكهرباء مستمر مع النادي، ومستمر ان شاء الله في النهائي. وفي دعوه كنا اقمناها امام القضاء الاداري ما زالت منظوره، جلستها يوم 14، عندنا فيها مستندات وعندنا فيها تفاصيل كثيره، وجهه نظرنا فيها طبعا معلومه للكفه، الا وهو احنا لجنه الانضباط اشخاص لهم كل الاحترام والتقدير طبعا، لكن هو القرار الذي صدر بانشاء هذه اللجنه يتفق مع اللوائح والنظم او لا يتفق، دي هي نقطه الخلاف، ومن حقنا ان احنا نلجا للقضاء في ظل غياب مركز التسويه والتحكيم الرياضي. مركز التسويه والتحكيم الرياضي متوقف منذ صدور حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه نص في قانون الرياضه متعلق بانشاء المركز، وبالتالي لجؤنا للقضاء الاداري في قرار اداري يتعلق بانشاء المركز وليس منازعه رياضيه، ده حق يدخله لنا القانون. وان شاء الله اللاعب مستمر، واي تفاصيل جديده تكون مع حضرتك. دي محاضره قانونيه اهو على الهواء للبعض. لمن لا يعرف في القانون يعني، او لمن لا زيي يعني، انا مش هتكلم على حد، انا بتكلم على اسلام، ان انا ما اعرفش في القانون، فالمستشار محمد عثمان بيدينا يعني بيدينا انا
محاضره قانونيه اهو عشان اللي جاي طبعا. واحنا بنتعلم وده الفرق الحقيقه ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. النادي الاهلي عندما يتكلم زي ما المستشار كده بيتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى يعني وبالقانون وبالورقه وبالقلم. فيعني كالعاده انا بشكرك جدا يا سياده المستشار على وجودك معانا وكالعاده دائما في ظهر النادي الاهلي في كل شيء فيما يخص النواحي القانونيه. شكرا جزيلا المستشار. تحياتي لحضرتك ولضيفك الكرام. شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معانا.